طيب دي التشكيلة بتاعتنا، خشنا ماتش كده ايه نعرف الناس شغلها، ماتش كده على الأصول. ماشي تشكيلة قشطة. بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب الجابر آخر ماتش عشان ايه هو ما خلاص بقى يا وحش. هقوم داخل يوم رافعها حلو قوي، عامل منها كتير. هو انا كنت لسه هشكر في الاوفرات بتاعت فان دايك، بس كاتب كلامي في لحظه. أريها بس أنا اللعيب بيتحرك متأخر. خلاص بقى مين ده أصلا؟ اكتمها بقى من دايك. اكتمها بقى كده. يا صلاح بقى انت هنا في المنتخب يا صلاح، نجربها كده اللي هم. بسم الله. اصلا يا اسطى اتعبت والله لازم نفسية. بصاد فان دايك وما ادراك بصاد فان دايك. خد دي بقى ايوه بقى اختها بقى ما جاتش عشان كان قريب قوي. ايه يا اسطى بقى مين ده صلاح؟ بحبش العب عن الحركة دي، اللي هي مش كده بصيرة. الحركة دي بايخة أوي. ما هو عيب يا صلاح، عيب يا صلاح. طيب